بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم اخترت لكم برنامج راح اتكلم عن البرنامج هذا. طبعا البرنامج قد يفيد نسبة 80% من المستخدمين اللي هم تعاملهم مع الشبكات الاجتماعية والشغلات هذه. البرنامج هو برنامج بيجن. برنامج بيجن هذا هو برنامج محادثة. طبعا برنامج المحادثة هذا اخترته هو بين برامج المحادثة الخاصة بجنو بسبب انه بصراحة فيه حاجات كثيرة جميلة جدا، من ضمن اللي يدعم بروتوكولات متعددة واضافات كثيرة. يمكن الميكروفون يزعجكم اليوم شوي لانه قاعد يلعب الثوب. عموما بيجن هذا فيه شغلة جميلة جدا اللي هي بساطة البرنامج. البرنامج يكون تعامل معه بأريحية وبساطة، واضح القوائم وكل شيء واضح. البرنامج افتراضيا مع بعض التوزيعات، وبعض التوزيعات ما يجي افتراضيا، لكن البرنامج موجود مع استودعات النظام اللي تقدر تنزله من مستودعات النظام. خلونا احط وجهي الجميل هنا وبعدين احطه زي كذا وبعدين نروح شو البرنامج. هذا ايقونة البرنامج. اذا كنت مغير الايقونات قد يكون بشكل حمامة، لكن خلونا نعرف شلون طريقة تثبيت البرنامج اولا. تمام، ممكن تنزله عن طريق اي برنامج او اي ادارة برامج، برنامج ادارة برامج يعني. طبعا الطريقه الافتراضيه للتوزيعات الديبيانيه من ضمنها ابونتو او لينكس مينت وديبيان واشياء كثيره، اللي هي سودو ابت جيت انستول بيجن بالشكل هذا. بالنسبه لبقيه التوزيعات نفترض ارش لينكس باكمان اس بيجن، بالنسبه لل منهم بعد زبر، هذول الابون سوزا زبر انستول بيجن، وش بقى عندك اللي هم الفيدورا واي يو ام انستول بيجن. عاد انتم اللي تستخدمون سلاك وير وجنتو والشغلات هذه تعرفون طريقه الحصول على البرامج، ما يحتاج. اوكي، الان بعد تثبيت البرنامج ايش راح نحصل عليه؟ البرنامج طبعا يوجد له اضافات كثيره جدا. لو عندك مثلا اللي هو الباكج مانجر هذا السينابتك، او ممكن تبحث عن اي مدير برامج خاص بك، لكن السينابتك لازم يكون موجود عندك. طبعا يستخدمون لينكس مينت، موجود عندكم برنامج سينابتك اللي يسمونه باكج مانجر او مدير الحزم التشاكب الكهربائي تشعبي شغله زي هذه. لو تكتب بيجن لاحظ كثره الاضافات الموجوده، بيض قائمه طويله. الاضافات هذه جميله جدا، تساعدك على تخصيص البرنامج باكبر قدر ممكن بحيث انه يساعدك على اداء افضل بالنسبه لك، لان كل شخص يحس ان اداء البرنامج عنده افضل والى اخره على حسب تخصيصه. اوكي، نفتح الحين البرنامج. البرنامج اول ما تحمله اول ما تشغله بالشكل هذا راح يعطيك اللي هي النافذه دي. طبعا البرنامج افتراضيا راح يكون موجود مع برامج الانترنت، لو رحت للانترنت راح تحصل على الانترنت. طبعا على حسب الواجهه اللي عندك، انا عندي واجهه ماتي، قد يكون عندك جنوم، قد يكون عندك سينمان، اي شيء راح تحصل مع برامج الانترنت. اوكي، نضغط على اد عشان نضيف ايميل او اي وسيط محادثه. طيب لاحظ عندك هنا قائمه المحادثات المدعومه، اشياء كثيره، بعض اعرفه بعض ما اعرفه صراحه. ما اعرف الا ياهو، وحتى في ياهو جابان مش قصته صراحه ليش حاطين اليابان حاله. في عندك جوجل توك هذا استخدمه، فيسبوك، ام اس ان، ممكن حاجات كثيره ممكن تضيفها بوقت واحد، بما يعني انك ممكن تفتح حسابات 5-6 بنفس البرنامج وينظمهم لك بطريقه مبسطه. في حاجه ثانيه اللي هي اذا حاب انك تفتح سكايب، هنا في اضافه خاصه للبرنامج اسمها بيجن سكايب، ممكن تفتح سكايب لكن بشرط يكون سكايب منزل على النظام. طيب الان راح نضيف مثلا جوجل توك. اوكي، تحط اسم المستخدم حقك بالجيميل، انا اسمي عبد المجيب، هنا الريسورس تتركه فاضي، تحط الباسورد. خطا، طبعا هذا باسورد مؤقت. اوكي، ممكن تحط هنا ريمبر باسورد عشان يحفظ الرقم السري. هنا في بعض الاعدادات يفترض انه افتراضيا تشتغل معك. اوكي، ممكن من هنا تسمي حساب، طبعا هذا الاسم يظهر لك انت ما يظهر لهم هم، بحيث انك انت تميز البرنامج او اسم البرنامج. ليش يظهر لك انت وما يظهر لكم؟ لانه بعض البروتوكولات ما تدعم انك تغير الاسم عن طريق البرنامج، بعض البروتوكولات الثانيه ممكن تسوي الطريقه هذه. طيب خلصنا الحين، اضفنا حطينا حفظ المستخدم اد، ظهر لي الحين جهات الاتصال خاصه بي. لاحظ انه اعطانا الصوره هذه، هذه الصوره افتراضيه اللي حاطه عندي بالنظام. زي انتم شايفين الحين ظهرت جهات الاتصال الخاصه بي اللي موجوده على الجوجل بلس او على الجيميل او جوجل توك. صراحة الجوجل ابتدت تطلع خدمات ضيعتنا. هذول الناس الموجودين عندي بالجوجل توك، ممكن اني اضيف ايضا الفيسبوك من هنا. اوكي، نحط الباسورد حق الفيسبوك. خطا. اوكي، ممكن تحطوا ايضا ريمبر باسورد اذا حاب يحفظ الباسورد. طبعا حاط حسابين انا بس عشان تشوفون، ولا فعليا صرت ما استخدم الفيسبوك للمسنجر. لكن نصبر شوي نشوف. طبعا مجرد ما تكون موجوده الايقونه هذه للدور معناته انه الى الان قاعد يحمل شيء معين. اوكي، ظهر لك الان تقريبا انه اتصل،
اظهر لك تحت باخر شيء اللي هن استقال فيسبوك زي ما انت شايف. هذا استقال فيسبوك شايفين. طيب لو رحنا الحين رحنا فوق وسوينا تعديل، طبعا زي ما انتم شايفين هنا استقال فيسبوك اللي عندي، في عندي المفضله ممكن انقل شخص من مجموعه الى مجموعه بالضغط عليه بزر الايمن، طبعا راح يكون صالح فارس جارب عندي تمام. ممكن من هنا تختار موف تو وتختار نوع الحسابات اللي تبي، ممكن اوديه البوديز ممكن تخليه بالمفضله، طبعا هو لان بالمفضله ما يخليك مفضله. طيب ايش يهمنا نعرف بعد البرنامج هذا؟ البرنامج هذا بشكل افتراضي، بشكل افتراضي خلينا نحط انا اغني اوف لاين ولا خلونا اللي يسولف معي يسولف معه. بشكل افتراضي انه يكون ظاهر تحت زي ما انت شايف هنا، لكن بعض التوزيعات اعتقد تستخدم نسخه معينه من البجن ما يظهر تحت. ايش عليك تسوي؟ تروح للبريفرنسز الخصائص، من البريفرنسز من هنا تختار اولويز بحيث انه دائما تظهر الايقونه من هنا. لو حطيت نيفر مثلا ما راح تظهر ابدا، زائد انه اذا سكرت البرنامج خلاص ينغلق، لكن انت اذا حطيت اولويز وسكرت البرنامج من عند الاكس هذه ممكن تفتح مره ثانيه من هنا، يكون دائما البرنامج مفتوح. في حركه ثانيه بس انا ما احبها اللي هي اون ريد اون ان ريد مسجز، اللي هي لو حطيتها بالشكل هذا تظهر الايقونه اذا كان عندك رساله لم تقرا تمام، لكن احيانا نحتاج اني افتح البرنامج ادور على شخص معين، فعموما انا احب احط اولويز، هذه التخصيص الخاص بي تمام. هذه اهم نقطه تحتاج انك تعرفها. طيب ايش عندنا ممكن نعرفه بالانترفيس؟ في عندك المحادثات زي ما انتم شايفين، المحادثات هل تبي يخفي المحادثه او على طول يعطيك اياه او الى اخره. في حاجات كثيره من هنا يفترض انك يدويا تجربه وتشوف ايش راح يصير عندك لانك عشان تفهم بشكل اكثر، لكن خلونا نشوف التخصيصات اللي ممكن نستخدمها. شوف الناس اللي يمون عليهم اوكي. طيب لاحظ معي الحين بالنسبه لنافذه المحادثه بشكل افتراضي تبات فوق، ممكن تبات تحت، ممكن تكون يسار يمين، ممكن تكون بالشكل هذا زي ما انتم شايفين جاي بالعرض، والله عجبتني ذي راح اترك هذه اوكي. طبعا التبديل عن طريق التبات بالشكل هذا، ممكن تروح لهذا ممكن تروح لهذا اوكي. في عندك اللي هي وش هذه نيو كونفرزيشن، اللي هي بالنسبه للمحادثات الجديده كيف تحب انه يصنفهم لك، هل تبي يصنفهم على حسب الاخر انشاء او الى اخره، اترك على اخر انشاء افضل لك علشان ما تصدع براسك. من هنا ممكن تختار المتصفح الافتراضي حقك بحيث انه لو واحد ارسل لك رابط تضغط عليه يفتح باي متصفح. بالنسبه للمحادثات هنا في حاجات كثيره من ضمنها اللي هن التعديلات، طبعا زي ما قلت لك يفترض انك تلعب بالحاجات هذه وتشوف التاثيرات لانه لو راح يطول الشرح. في حاجه هنا مهمه، بعض الناس يحب انه يحفظ المحادثات بعض الناس يحب انه ما يحفظها، ممكن تختار صيغه الحفظ اللي هي يحفظها ب HTML او تبي يحفظها عن طريق حفظ عادي، ممكن من هنا تحط ايضا بالشكل هذا. ليش؟ هنا اي شخص يغير الحاله حقته من الى متصله والى اخره يروح يحفظها، يقول لك فلان غير الحاله الى كذا بالوكتر فلاني، فلان صار كذا بالوكتر فلاني الى اخره. نتورك من هنا ممكن تعدل اعدادات البروكسي والى اخره، اعتقد هنا بروكسي لا مو هنا هذا بروكسي تمام. طيب هنا لو كنت تستخدم بروكسي عادي. طيب في عندك الاصوات، الاصوات ممكن تحط علامه صح الى ميوت ساوندز بحيث لا احد يزعج كذا دخل وطلع تمام، نشيل هنا ميوت ساوندز نقدر نسمع، يقول كذا دخل شخص طلع الصوت هذا والله ما ادري يسمعون الا خلينا نعطي صوت زياده تمام. ممكن اذا احد طلع ممكن استلمت رساله الى اخره. طبعا انا اكره الاصوات بشكل كبير لان بعض الناس الو 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 طح الو طح الو طح الو طح هم جهازك ترن 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 وتصدع صراحه، لذلك انا اقوم والغي الاصوات هذه واخلي الشخص هذا يتكلم على راحته. طيب هنا في خاصيه جميله اللي هي بلينك اون نيو مسجز، اللي هن هل تبي الايقونه هذه تاشر بالمحادثه، اذا حد ارسل لك محادثه تلاحظ هنا الايقونه تاشر، طبعا زياده تنبيه حط عاليه الشغله هذه. بالنسبه للستاتس اللي هي الحاله، طبعا ممكن اننا نعدل بعض الحاجات هنا زي مثلا الوقت، الوقت متى تبي تصير انت بالخارج 10 دقائق اوكي. تغيير الحاله الى ايش؟ هل تبي تكون بعيد او غير متصل؟ احسن شيء غير متصل ولا فله تبي انتبه لذي اوكي نخليه غير متصل. بالنسبه للرد التلقائي هل تبي يكون رد تلقائي موجود ولا لا؟ ممكن تحط رد تلقائي اذا كنت غير موجود تمام، او ممكن تلغي الرد التلقائي احسن تمام. بالنسبه للدخول، اول ما تدخل الكمبيوتر عفوا اول ما تشغل البرنامج هل تبيه يستخدم اخر حاله انت استخدمته؟ ايش تقصد؟ ممكن انت الحين تحط الحاله من هنا دونت ديستيرب مثلا اللي طبعا حاله مشغول تمام. لو سكرت البرنامج وفتحت مره ثانيه راح يعطيك الحاله مشغول، هل تبي يستخدم الخاصيه هذه او انه يستخدم شيء من الموجودات هنا؟ راح اتركه يستخدم افيلبل. بالنسبه للثيمز طبعا انا ما نزلت ثيمات، لكن موقع البجن في ثيمات كثيره من ضمن ثيمات الاصوات والى اخره ممكن تحصله. طبعا اللي يعرف لعبه سوبر ماريو انا اتذكر زمان حصلت اصوات سوبر ماريو جميله تمام، كنت استخدم اصوات سوبر ماريو للبرنامج. طيب يهمنا ايضا نعرف بعض الحاجات، لو دخلنا على الاكونت من هنا اداره الحسابات ممكن هنا تعدل وتبدل تسوي اللي تبي وتضيف وتحذف وكيفك.
تستضيف هنا وتسوي حذف. طيب نطلع التولز ممكن نروح لهم كاستم سمايلز ممكن هنا تضيف اللي هنا بتسمعتك الخاصة. تمام ايش عندنا بعد ممكن ندخل هنا على بلاجينز. بلاجينز هذه حلوة طبعا. في حاجات كثيرة تجي افتراضية مع البرنامج. في حاجات زي ما قلت لكم قبل شوي انه لازم تنزلها. طبعا تنزل البلاجينز تحصلن هنا. تمام البلاجينز عبارة عن اضافات خاصة بالبرنامج تزيد تحكم بالبرنامج. طبعا لو اتكلم عن اضافات راح احتاج شهرين على سنة اخلص صرح البرنامج, لكن انت ممكن تجربهم تفعلهم واحدة واحدة وتشوف وش تسوي هذا وش تسوي هذه الى اخره. طيب ايش عندنا بعد عندك البرايفسي اللي هي الخصوصيه. تمام زي ما انت شايف هنا هل تبي الناس تكلمك ولا ما تبي تكلمك الى اخره. هنا في حاجات معينه اترك المستخدمين يكلموني allow only users اوكي حلو هذه احسن اللي هي مجرد الناس اللي موجودين بالقائمه حقتك يكلمونك. تمام او احفظ كل المستخدمين ما يكلمونك ما ادري شهيدته block only the users below. ممكن هنا تضغط عليها وتحط قائمه بالناس المحجوبين زي ما انت شايف هنا في ناس حابجيبهم انا. تمام ممكن هذول يصير ما يكلمونك. اوكي جميل جدا. طيب هذا بالنسبه للجيميل ممكن تختار حسابك الثاني وتجرب. طيب هذا بالنسبه للخصوصيه خلصنا نتكلم الخصوصيه. ممكن ادخل على اللي هي الروم ليست لو كان عندك رومات. طبعا انا ما جربت اسوي رومات بصراحه على البرنامج اللي هي غرف ما جربت. ممكن تجربون تشوفون. في عندك نقل ملفات هنا يعطيك اللي هنا اذا احد ارسل لك ملف يكون هنا فيه بروسيس. طبعا في اختصارات تبعت المفاتيح زي ما انتم شايفين كل شغله فيها قدامها اختصار. وش عندنا بعد لو دخلنا على البوديز هنا ممكن هنا تضيف شخص او تضيف محادثه او تضيف مجموعه معينه. هنا في حاجه جميله اللي هي هل تبي تعرض جهات الاتصال غير متصله ممكن تحط هنا بحيث انه يظهر لك الغير متصلين بعد. لكن اذا سويت الحركه هذه البرنامج راح تحصل انه يتاخر بالتحميل واحيانا قد يعلق شوي زي ما انتم شايف علق شوي. طيب نروح من هنا ونشيل علامه الصح بحيث انه يخفي الجهات الاتصال الغير متصله. طيب ايش عندنا الاكونت. خلصنا تقريبا من اهم الادوات الموجوده هنا. اوكي خلاص الى هنا تقريبا انتهينا من هذا البرنامج. راح يفيدكم ان شاء الله البرنامج هذا بحاجات كثيره. البرنامج موجود بلينكس بنت بشكل افتراضي واغلب التوزيعات اللي تراعي نوعيه المستخدمين راح تسوي هالشغله هذه. انتهى حديثنا عن هذا البرنامج. اذا حبيت تسكر البرنامج ممكن من هنا تضغط عليه بالزر الايمن راح لحاله وتحط اوف لاين او انك تضغط عليه بالزر الايمن تختار على كويت ويسكر البرنامج. نشوفكم ان شاء الله بالدروس الجايه وفي امان الله.